أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول نحن على مقربة من شهر الصوم المبارك، وأنا أعاني من الربو، فهل هناك مانع بأن أخذ بخاخ الربو وأنا صائم؟ والله هذا فيه إشكال، وصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بجوازه، ولكن فيه إشكال من ناحية أنه يشتمل على مادة دوائية، يشتمل على مادة دوائية مخلوطة معه، وفيه أيضا شيء من الماء يصل إلى الحلق ويتسرب إلى الجوف، فالأولى ترك ذلك إلى الليل. وإذا كان لا يستطيع أن يصوم إلا بالبخاخ، هذا مريض، له أن يفطر ويقضي من أيام أخرى. نعم.